بصراحه مش عارفه ليه جه في بالي كده وانا داخله على الموضوع اللي جاي ده كلمه ايه اللي يعيش يا ما يشوف. بجد والله يعني ايه، نسمع عن جرائم الكترونيه زي الابتزاز، زي اللي معرفش اللي ياخد صور واحده ويحاول انه يبتزها بيها، سرقات الكترونيه، يعرف رقم الكريدت كارد بتاعك فيسرقه، يعني في حاجات كتير. لكن اغرب 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 جريمه سمعتها امبارح هي اللي هقول لكم عليها دي، جرائم تداول القمح. دي بالنسبة لي نكتة. يعني ايه جريمة تداول القمح؟ يقول لك الفلاح اللي هيعمل القمح فريك عشان ياكله، دي جريمة. الفلاح اللي مش هيورد لي على الأقل 12 أردب من كل فدان بيزرعه، دي جريمة. بدأ يبقى فيه دلوقتي شغالين على حاجة كده يعملوها اسمها قانون جرائم القمح. والله أنا رجعت للورق تاني عشان بس حاسة أن أنا ممكن أغلط فيها. فالحقيقة في مشكلة، ومشكلة كبيرة، واضح أن الفلاح داخل عليها الفترة الجاية، بيتم التجهيز ليها. فخلوني أرحب بضيفي على سكايب الدكتور عبد التواب بركات الخبير في الزراعة والري، نعرف منه إيه هي جرائم القمح. دكتور عبد التواب أهلا بيك معنا في إيه الحكاية؟ اهلا بك يا دكتور. دكتور عبد التواب، انا كنت فاكراها نكته، جرائم تداول القمح، لكن الحقيقه ما طلعتش نكته ولا حاجه، طلعت فعلا بيتم الاعداد دلوقتي لقانون تجريم عدم توريد القمح، استخدام القمح في اغراض اخرى زي ان الواحد يخزنه لبيته ولا ياكله ولا يحوله فريك، وفي عقوبات كبيره، عقوبات بتوصل للسجن 5 سنين كمان. حضرتك شايف القانون اللي بيتم تجهيزه أو الإجراءات اللي الدولة ناوية على اتخاذها في الفترة المقبلة تجاه الفلاح إزاي؟ طبعا القانون طبعي وقرات وزارة الاقتصاد من أكثر من شهر، يعني من بداية موسم، قبل بداية موسم الكلام الأمس اللي كان بيبدأ في نص أبريل ويقدموا التنازل أول أبريل، والشر الباليه ما يضحك زي ما حضرتك بتقولي انه المزارعين اللي بيعملوا جزء من القمح هيحولوه الى فريك، بيتم مصادرته وتحويلهم للنيابه العامه، وكانه يعني ارتكبوا جريمه او بيتاجروا في الممنوع، مع انه الجميع يعرف انه هذه الصناعه، صناعه الفريك، صناعه عالميه، وبعض قرى محافظه شهرة ايضا دولية، والفريك ده منتج زي المكرونة وزي مكرونة لسان العصفور زي البرغل، ما ارتكبوش جريمة يعني. لكن انا شايف انه النظام اولا يرهب المزارعين بتوع القمح انه لازم يسلم القمح اللي عنده اجبار توريد اجباري كاننا في حالة حرب، يستوردوا قانون من الاربعينيات القرن الماضي، يصادروا القمح بتاع المزارعين اللي ما يوردش مش عارف 12 اردب من الفدان، زي ما حضرتك قلت كده يدفع غرامه ويدخل السجن، وهذا الحقيقه ارهاب للمزارعين علشان يضطروا الفلاح ان هو يسلم القمح اللي عنده بتراب الفلوس. يعني حتى الان انا لا استطيع ان انا اتفهم او افهم انه الحكومه المصريه تستورد القمح بسعر 1275 جنيه او 1300 جنيه من روسيا، ارض انواع القمح، من الفلاح المصري اللي بينتج افضل انواع القمح في العالم ب 900 جنيه، ما هو جاي يعني من 850 لحد 885، يعني الطن تقريبا ب ما جابش الخبر او 6000 جنيه. يعني بيشتري الأردب القمح الأجنبي 1275 جنيه، وعايز الفلاح المصري يبيع له القمح المصري ب 885 جنيه، مع إنه الطن القمح الأجنبي وصل مصر 8500 جنيه، هو المصري ما جابش 6000 جنيه. حضرتك طن العلف الكرة الصفراء بقى ب 7500 جنيه، فأنت عايز حضرتك الفلاح يبيع القمح الحكومة ديت ب 5900 جنيه طن، ويرجع يشتري الذرة الصفراء 7500 جنيه عشان يأكل المواشي بتاعه.
وطبعا الفلاح مش هيعمل كده، والفدان اصلا ما عادش بيجيب 12 دب ولا 15 دب علشان اللي يطلع يسلمه اجبار للحكومه. النقطه القاتله فعلا انه اذا كانت الدوله جاده لحل ازمه القمح يجب انها اولا تدي الفلاح المصري حقه العادل في القمح المصري اللي الدوله لا تدعمه باي شيء، بتدي له الاسمده بالسعر العالمي، بتدي له الكهرباء بتاع الري بالسعر العالمي، وبتدي له السولار بتاع الجراس المواتير الري بالسعر العالمي، وترجع تاخد منه القمح بالسعر المصري كانها قمع بتفرض. طب احنا نعم. احنا دكتور عبد التواب، يعني ليه مثلا بما ان في شكاوى حقيقيه وفي مظالم كتيره والحقيقه كتير لمس طبعا، يعني لمس فكره ان المزارع عنده ازمه دلوقتي مع الدوله في موضوع القمح تقريبا، ليه ما يتمش المطالبه بتشكيل لجنه وساطه ما بين الفلاحين والمزارعين اللي شايفين ان هم مظلومين في توريد القمح بهذا السعر، وبين الدوله نحاولوا يوصلوا ليه يعني حتى مرحله في النص، يعني نقطه في النص، مش لازم اللي طالبه الفلاح 100% ومش لازم كمان السعر الزهيد اللي فرضاه الدوله على الفلاح. للاسف الشديد حتى يعني ما فيش دلوقتي على الساحه حد بيتكلم باسم الفلاح. طب ما في نقيب من الفلاحين، ليه ما يتدخلش في الموضوع؟ وفي اعضاء في النواب بيمثلوا الفلاحين، ليه برضو ما يتكلموش في الموضوع؟ ليه ما حصلش تواصل مع الناس دي لتوضيح شكواهم بشكل حقيقي؟ ما يسمى بنقيب الفلاحين بيحرض على الفلاحين، هو اللي لفت النظر انه في بعض القرى بتصنع القمح اللي تحوله الى فريك وقال يا جماعه ما ينفعش كده، ومنعهم او حرض الحكومه انها تبتزهم تقبض على المزارعين اللي بيعملوا هذه الصناعه اللي هي بتتعمل من عشرات السنين اكثر من 30 سنه ومحدش بيقول لهم ان ده غلط. زي ما بقول لحضرتك الفريك زيه زي المكرونه زي لسان العصفور، اما بيطابق مصانع المكرونه اللي هي بتاع رجال الاعمال اللي بيتبرعوا لتحيا مصر انهم يمنعوا صناعه المكرونه ويوجهوا القمح الى صناعه الخبز. النقطه الثانيه انت يعني بالعقل كده ادي سعر مناسب والناس هتبيع لانها عايزه تدفع الايجار وعايزه تشوف مصالحها وعاوزه تصرف على اولادها، لكن الناس تعبت وانت ما بتدعمهمش. يعني حضرتك الطن القمح الاجنبي امريكا مثلا بتدي كل طن 150 دولار للمزارع بتاعها وبتاخد القمح منه وتبيعه في السوق الدوليه بسعر مختلف اقل من اللي بتشتريه من الفلاح بتاعها، فانت بتبتز الفلاح تضغط عليه وبتستنزفه وبتستغله وبقوه يعني بقوه القانون وبقهر السلطه بتحاول تاخد منه القمح خضبا على حساب داقوت ولاده. ده اللي بيصرف منه، ما هوش موظف، ما هوش منتفع من النظام الموجود، وبالتالي السنه الجايه الناس مش بتزرع قمح، بتزرع برتين، والفجوه بتاع الرز القمح عفوا هتزيد السنه الجايه، والاستيراد والسعر هيبقى ضعف اللي موجود دلوقتي لو استمرت الازمه بين روسيا وبين اوكرانيا. اذا هذا النظام بيكرس لازمه الخبز وبيزود الاستيراد من الدول الراعيه للنظام المعترفه به اللي بتدي له شرعيه على حساب فعلا الفلاح المصري الغلبان اللي مش لاقي حد يتكلم بلسانه، حتى ما يسمى زي ما بقول لحضرتك نقيب الفلاحين بيستعد الدوله عليه. ايه الجدوى من ان الدوله توجد وسطاء ما بين المزارع والدوله نفسها عشان هم اللي ياخدوا القمح من المزارعين بالاسعار الزهيده ويرجعوا مره تانية يوردوها للدوله باسعار مختلفه؟ ليه ما يكونش التعامل مباشر وكده ممكن الفلاح يعني لما تخرج العموله من الطرفين يلاقي السعر المناسب ليه؟ ليه ما يبقاش في تعامل مباشر معاهم وحطوا شركات وسيطه في النص؟ ده سؤال مهم يا استاذ دعاء، لانه هو ده الفساد، ان الدوله لا ترعى الفلاح وبتسلمه للوسطاء والتجار اللي لا زرعهم ولا تعبهم ولا سقم ولا درسهم ولا عبوا السكاير ولا اشتروا السكاير على حسابهم، وبالتالي
ولا جر المكنه وراح روى القمح بتاعه في الساقعه ولا درت في الارض. انه الفلاح لو راح بنفسه يسلم القمح للشونه ممكن يقعد يوم واثنين وثلاثه يعني منصوع قدام الشونه، ولما يسلم يعملوا له خصومات ويديله رتبه منخفضه للقمح، وبعدين يستلم القمح بتاعه بقى بعد ان شاء الله. وده اللي بيقول يا جماعه نظام الدكتور محمد مرسي، الخطه بتاعه القمح بتاعته لازم تتطبق اذا كنتوا فعلا حتى خايفين على استقراركم، لانه المواطن لو ما لقاش خبز هيطلع يعني هيوقعكم من على الكرسي. نفس المشكله بتاعت ان احنا بنستورد قمح عن طريق وسطاء. ايه هيئه السلع الامونيه ما بتشتريش مباشره من الحكومات الاجنبيه من الموردين في روسيا او في فرنسا او في رومانيا او في كندا، هي فكره الوسطاء اللي في النص اللي لهم علاقه بالجيش ولهم علاقه بالسلطه اللي موجوده. كل ده استنزاف لموارد الدوله والاهدار للمال العام، والنتيجه المواطن هو اللي بيدفع الثمن من الموازنه العامه للدوله اللي المفروض توجه للصحه والتعليم، والفلاح اللي بيدفع ايضا الثمن في افقاره سنه عن سنه وزرعه بعد زرعه، بدل ما يروح معزز مكرم ياخد القمح ويسلمه في الشونه ويعرف الرتبه بتاعته بما يرضي الله ويقبض الثمن في نفس اللحظه، وهذا الثمن يكون ثمن عادل للقمح اللي تعب فيه اللي هو فعلا افضل انواع القمح في العالم. في الحاله ديت المزارع يتشجع ويتوسع في زراعه القمح زي ما حصل بعد ثوره يناير في 2013 لما لقى السعر مناسب والدوله بتحترمه حتى تديله حقه. دكتور محمد مرسي كان بيتابع بنفسه ان الفلاح اللي يورد القمح بتاعه النهارده لازم ياخد ثمن القمح في نفس اليوم. يعني مره الفلاح اخروا له الفلوس لتاني يوم، الدكتور محمد مرسي كلم وزير التموين الدكتور باسم ازاي يكون في فلاح بيورد القمح بتاعه ما ياخدش ثمنه في نفس اليوم. ده اذا كانت الدوله فعلا عندها خطه لاتفاق ذاتي من القمح، عندها خطه لانها تكرم الفلاح بتاعها تديله حقه تشيله من مستنقع الفقر اللي هي حاطاه فيه، وهذا للاسف غير موجود. زي ما بقول لحضرتك ما فيش حد يتكلم باسم الفلاح، الدوله بتمص دم الفلاح وبتستغله في قهر القوه وبقوه وسلطه الدوله. طب النهارده انا عندي خبرين الحقيقه، والخبرين ليهم علاقه شويه بازمه الغذاء اللي ممكن تكون بتهدد مصر قريب. الخبر الاول جه من سفير الاتحاد الاوروبي في القاهره، واللي اعلن ان الاتحاد الاوروبي هيدي مصر دعم مباشر قيمته 100 مليون يورو لدعم الغذاء. والخبر الثاني من المديرة التنفيذية لمنطقة جنوب وشرق البحر المتوسط في البنك الأوروبي، بتقول إن في مباحثات بتتم الآن مع الجانب المصري بشأن تخوفهم من أزمة غذاء ممكن إنها تضرب البلاد. هل نتوقع إن الدولة ممكن بالمبالغ اللي هتحصل عليها من الاتحاد الأوروبي إنها تدعم ولو جزئيا زراعة القمح؟ لأن العالم كله في أزمة، والحقيقة فكرة الحصول على القمح للي معاه فلوس أكتر بعد ما فقدنا أكبر مصدرين للقمح في العالم. فهل نتوقع أن في المستقبل القريب أن يكون في زيادة في زراعة الرقعة الزراعية لمحصول القمح بدعم من الدولة؟ أتمنى ذلك، وأنا كتبت هذا الكلام وقلت يا جماعة يا مسؤولين ادعموا الفلاح علشان يتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية اللي هي القمح والأرز والذرة والقطن. لكن زي ما حضرتك شايفة الدولة بتكره الفلاح ان هو يزرع هذه المحاصيل وبتدي له سعر بخس فمش ما بيزرعهاش. حضرتك يعني أزمة كورونا، الأزمة اللي حصلت الحصبة الآن بين روسيا وأوكرانيا لفتت نظر الحكومات في العالم كله أهمية الاكتفاء الذاتي والإنتاج المحلي من الأغذية، لأن حتى الناس اللي معاها فلوس يا أستاذة دعاء مش هيلاقي قمح يشتريه من السوق الدولية، مش هيلاقي ذرة صفراء يشتريها، مش هيلاقي بيوت طعام دلوقتي المنتجين في ماليزيا والزيوت وأوكرانيا ما بتصدرش،
روسيا المصدر الاول للقمح في العالم عملت حظر للتصدير علشان تحافظ على الاسعار عندها، حتى الدول اللي معاها فلوس مش هتلاقي قمح تشتريه. والنقطه الثانيه المهمه ان مصر يا جماعه دوله كبيره 100 مليون تستورد اغذيه ب 15 مليار دولار، هيدي مصر 15 مليار والاسعار زادت يعني هتكلفنا 22 او 23 مليار دولار، مين يقدر يصرف على دوله بحجم مصر؟ لا يوجد بديل للاكتفاء الذاتي، لا يوجد بديل لان احنا لازم ندعم الفلاح المصري ونديله حقه ونحترمه ونكرمه، والا هيبقى في الاسعار زي ما احنا شايفين الرغيف اللي كان النهارده بجنيه بقى بجنيه ونص، الرز ما عادش موجود يا استاذه دعاء في منظومه البطاقات التموينيه، الخمس افراد بياخدوا 2 كيلو رز بعد ما كنا في 2013 المواطن الواحد بياخد 2 كيلو رز، البطاقه اللي عليها خمس افراد بياخد 10 كيلو، دلوقتي البطاقه اللي اقل من اربع افراد بياخدوا كيلو واحد بس، الاسعار هتزيد، السلع مش هتبقى موجوده في السوق الدوليه، هيحصل اضطراب اجتماعي، هيحصل ثوره غذاء مره اخرى زي الربيع العربي، وده بيهدد السلم الاجتماعي وبيهدد استقرار النظام نفسه. هل في تصور عند حضرتك احنا عندنا مخزون من القمح قد ايه ممكن يكفينا الفتره اللي جايه؟ يعني كان كلامهم ان احنا عندنا مخزون استراتيجي لغايه تقريبا سبتمبر، بس من الواضح ان ده مش حقيقي. يعني الموضوع مش احنا دلوقتي في موسم استلام القمح المصري. في الغالب كل سنه بنشتري 3 مليون و600 الف طن من القمح المحلي. دول يعني ممكن يكفهم 4 إلى 5 شهور. بفرض ان في مليون طن كمان بيكفينا مثلا 5 أسابيع بنتكلم في 5 شهور 6 شهور. لكن بالتأكيد انه بعد 6 شهور هنحتاج تاني نستورد من السوق الدولي. اذا استمرت الحرب يا استاذ دعاء لحد شهر 6 اللي جاي ده هو يبقى ما فيش قمح جاي من روسيا ومن اوكرانيا، لانه الدولتين دول بيحصدوا القمح في شهر 7. دول بيصدروا لنا 80 او 90% من القمح. يبقى لا يوجد بديل ان احنا نكتفي ذاتيا عن طريق دعم المزارعين ونديله سعر مجزي. الحاجه الثانيه احنا الحكومه حتى الان بتحارب زراعه الارز. يا جماعه الارز ده محصول استراتيجي انت بتستورده دلوقتي بعد ما كنت بتصدره، وهو بديل جزئي لرغيف العيش يا جماعه. يعني انا رب اسره وانا عندي ارز محلي، ما انا هتغدى هحط في الغداء طبقين رز، مش هقول لكم ادوني كمان رغيفين او 5 رغيف عيش عشان يبقوا في وجبه الغداء. ما تحاربش زراعه الارز، انت عندك فرصه ان انت تزرع 1,600,000 فدان من الرز بدل ما انت حجمهم ب 700,000 ولا 724,000 فدان. يا جماعه عايزين ندي للفلاح حقه ان هو يزرع الذره الصفراء في مصر. ان هو نرجع تاني نزرع القطن عشان زيت بذره القطن، بدل ما احنا بنستورد كل الزيوت بتاعتنا من بره، مش هنلاقي حد يبيعها لنا. دلوقتي اوكرانيا اللي بتصدر 40% من الزيت او 50% من الزيت في العالم وقفت. طب انت هتجيب منين؟ تضحك على نفسك؟ تعب يعني لازم بدل ما بنستورد 13 مليون طن قمح بنستورد 10 مليون طن ذره، بنستورد 95% من الزيوت بتاعتنا. ما انت تقدر تغني الفلاح بتاعك. صحيح. تعمه ينتج، بتعالج الفقر الريفي. حتى الفلاحين لما يبقى في ايديهم قرش هيصرفوا على تعليم اولادهم، هيضروا قطاع التعليم، هيعالجوا اولادهم، هيضروا قطاع الصحه، هيستهلكوا المنتجات الصناعيه، هيجرم خاطره الصناعه المصريه، فالعجله تدور. انت ليه حاطط يعني العصايه في العجله موقف الدنيا؟ نتمنى ان ده يوصل لهم ويعرفوا ان يعني الاعتماد على زراعتنا وصناعتنا ربما يكون هو الحل في الازمه اللي بتضرب العالم كله. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا الدكتور عبد التواب بركات خبير الزراعه والري. يعني